السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو كيف كتشوفوا في الصوره انني غنطلب ان شاء الله جبل اورغون. هذا جبل اورغون صراحه عنده واحد المنظر جد جد رائع، لانه جا وسط المدينه وكيطل على جميع المناطق ديال المدينه اللي دايره به، والعلو ديالو 123 متر. وصراحه اللي عطاتو جماليه وهو انه صراحه كيطل على المدينه القديمه، وهذا الممر اللي كتشوفوا في الصوره لانه هو الممر الجديد، يعني بين الاصاله والمعاصره كيف كنقولوا. وعاوتاني كيطل على الواجهه ديال البحر ديال كانتابريا. المهم من هنا ان شاء الله غادي تبدا الانطلاقه ديالي باش غادي نطلع ان شاء الله للجبل. صراحه شويه متعب انك كطلعي غاديه طالعه، وكاينين المناظر صراحه من حدك انت كطلع للجبل وكتشوف هذيك المناظر. صراحه المناظر اللي جد جد رائعه عافية، وكذلك مناظر اللي تاريخيه اللي صراحه بقات خالده واللي زادت عطات الجبل واحد القيمه. وكيجيو ليه السياح من جميع انحاء العالم اللي كيتصوروا كياخذوا صور على حسب هذيك المناظر التاريخيه. وكاينين المهم غادي تكتشفوا معايا صراحه هذا الشيء كامل، غادي تكتشفوا معايا ان شاء الله في الفيديو.